اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم قد حضر أول يوم من شهر رمضان وقد افترضت علينا صيامه وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم أعنا على صيامه وتقبله منا وتسلمه منا وسلمه لنا في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير.